بنين فارينا بيتفوق هالمرة وبيقدم سيارة سوبر خارقة هايبر كار كهربائية يلي هي الباتيستا، بتولد 1900 حصان لتكون أسرع سيارة كهربائية على الكوكب. يوجد أربع محركات كهربائية على الأربع إطارات بيولدوا تقريباً قوة 1400 كيلو وات أو ما يعادل 1900 حصان. العزم بيوصل لل 2300 نيوتن متر. تسارع السيارة من 0 ل 100 من أقل من ثانيتين، يعني هذه السيارة أسرع من أي سيارة فراري هايبر كار عملوها، أو حتى ممكن تكون أسرع من سيارات الفورمولا واحد. أما سعر السيارة 2.6 مليون دولار.